اهلا وسهلا بكل المتابعين الاوفياء داخل وخارج ارض الوطن. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله وانتم في اتم الصحه والعافيه. ما تبخلوش علينا باللايكات بالبارتاج، كثروا التعاليق اخواني اخواتي باش الفيديو يوصل للعديد من المتابعين. في حلقتنا اليوم اخواني اخواتي غنتكلموا للمره الثانيه على هذا المهرجان ار دو كافتون. اللي كنت ديجا تكلمت لكم على هذا المهرجان اخواني اخواتي، وكنت قلت لكم بان غتكون حاضره فيه الفنانه لطيفه رأفت. دوسي مقيحه، دوسي واش من دوسي. وقلت لكم اخواني اخواتي بان المغنيه المدانة بسنة سجن النافذان، المغنيه الحمزاويه، معيطه كتلصق المسؤولين ديال الحفل باش يديروا ليها واخا غير بلاصه تنشط وتحيح وفابور وبيليكي بيليكي اخوتي. اللبسه من عندها، المكياج من عندها. كيف سبق لي وقلت لكم في احد من الفيديوهات، راه شهر دابا باش كنت تكلمت على هذا الموضوع قبل ما تحط لكم لا الفنانه لطيفه رأفت البوست ولا المغنيه الحمزاويه المدانه بسنة سجن النافذان البوست، ولا زكريا الغافولي حتى هو اللي غيكون قبل ما يحط حتى شي واحد بوست ديالو في الصفحه ديالو على الانستغرام. كنت قلت لكم بانه المغنيه الحمزاويه معيطه على المسؤولين اللي منظمين هذا الحفل ديال افتو كافتو، معيطه لهم كطلب وكترغب بالمزاوقه عافاكم لما ديروا لي عشي بلاصه عسويعه ديال المكان. المهم نكون يكون الاسم ديالي بجانب اسماء اخرى. كانوا حتى عرفوا شكون اللي غادي يكون في هذه الحفله وسالاو ونظموا اللي غينظموا، كل واحد عطاو بلاصته. في اخر لحظه كتصل المغنيه الحمزاويه، عافاكم لما ديروا لي غير بلاصه وحده وبلا ما تخلصوني، كادو من عندي، كادو من عندي لهذا المهرجان ديالكم لدورته السابعه اللي غيتقام في مدينه اكادير. المغنيه الحمزاويه فين ما كتسمع الفنانه لطيفه رأفت كاينه في شي حفل اولا كاينه في شي مهرجان، كتنوض تتصل بالمسؤولين وكتطلب وكترغب عافاكم لما ديروا لي غا بلاصه واخا عسويعه المكانه نخدم بيليكي حتى من التكشيطه انا نجيبها والمكياج. هذاك نص راجل، هذاك المبنت عتابعه فين ما مشى تابعه كيزوقها ويحطها في الكباريات. هادشي كله كنعرفوه، والغربال ما كيضرقش الشمس اخواني اخواتي، الشمس ما كتضرقش بالغربال كيف ما كنقولوا، كلشي واضح وكلشي باين غير الا بغينا نتعاماو على هذا الشيء. هي هذا الشيء كامل كديرو غير باش تكون الصوره ديالها بجانب فنانين اللي هما عندهم مستوى عالي بحال الفنانه لطيفه رأفت وبحال زكريا غفولي اللي غيتكرموا في هذا الحفل هذا، واللي كان مبرمج على انه غيكون تكريم للفنانه لطيفه رأفت وللفنان زكريا الغفولي اللي هزوا بالاغنيه المغربيه، شرفوا بالاغنيه المغربيه. جلسه تاهي كتلصق مع العلم انها اتصلت في اخر لحظه كتقول لهم ديروا لي بلاصه، قالت لك تاهي وليت انا غنتكرم معاهم وغنتكرموا على الاغنيه المغربيه. شمن اغنيه مغربيه غنيتي لينا حبيباتي؟ اش غنيتي لينا في الاغنيه المغربيه؟ انا بغيت غنفهم. غنيتي لينا دار القاضي عمره جراديك، ما تخيلتيها ديالتك ياك ما تصحابيتي اغنيتك هذيك، راه ماشي اغنيتك يا حبيبتي، نوض تقعدي على سلامتك. غنيتي لي يعطيها العصير امك يمك تبع الشيشه والصباح منك. هادو ما اغاني مغربيه وماشي تدياولك، ماشي تدياولك. غتكوني في المستوى ديال الفنانه لطيفه رأفت ولا غتكوني في المستوى ديال الشاب والمتالق زكريا غفولي؟ لا 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 لا, لا علاقه. وهاد جوج الاشخاص اللي غيكونوا في هذا الحفل هذا هما اللي غيتكرموا انهم هزونا بالاغنيه المغربيه اخواني اخواتي تكريما لهم. اغانيهم اللي ما شاء الله نخوه وطرب، اغانيهم اللي هما طربيين. غادي وحده اللي ملصقه قالت لك حتى هي غتكرم، علاش غتكرم يا حبيبتي؟ على الكباريات اللي كتمشي ليهم ولا على التقزاب اللي كتلبسي وتمشي تغني في الكباريات تتخلي الفرقه الموسيقيه من وراك تالفه ما عارفه شنو دير فين يحطوا يدياتهم؟
لا 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 خاصنا نكونوا شو شويه خوتي كنفهموها وهي طايره. خاصنا نكونوا قال لك الحر بالغمزه والعبد بالدبزه. هذه جايه غير باش تدور لهم على الطوابل وجايه باش دير لهم الحركه، لانه لا زكريا الغفولي كيغني الشعبي ولا الفنانه لطيفه رأفت كتغني هاد الوليد زوين لا بغيتي تديه ما كتغنيش لطيفه رأفت هاد الاغاني مع احتراماتي للجويقيه، وانما المغنيه الحمزاويه كتغني هاد الاغاني هادو، يعني داكشي ديال الشيخات وديال ديال الشتيف شتف هيتف. اما الاغاني النخوه والطرب هذاكشي اختي خليه لمواليه، داكشي ديال مواليه. اخواني اخواتي هاد السيده دي اللي قالت لك حتى هي غتكرم، علاه من غتكرم يا حبيبتي؟ غتكرمي لتشويهك للمراه المغربيه، غتكرمي لي فضحك للنساء المغربيات في حساب حمزه مون بيبي، غتكرمي على انك حرمتي ام من ولادها. شكون اللي كيلبس القفطان من غير المراه؟ يعني المراه اللي كتكرم في هذا المهرجان هذا تكريما للمراه اللي تعديتي عليها وحقرتيها وخرجتي لها على حياتها، حيدتي لها وليداتها من يدياتها وباقي كتهديهم، انكم غتحيدوا ليها الولد اللي باقي معاها. هذا هو التكريم، هذا هو التكريم اللي غتكرمي. قولي للناس وقولي لدوك المقرنين اللي متبعينك انني انا غنكون في هذا الحفل باش نشطح دوك الناس اللي جايين حاضرين لهذا المهرجان هذا اللي غتكرم فيه لالياتي، غيتكرموا فيه لالياتي ومالاتي، غتكرم فيه الفنان لطيفة رأفت وغيتكرم فيه الفنان زكريا الغفولي اللي عطاو الكثير لهاد البلاد، واللي عطاو فن اصيل لهاد البلاد، واللي كيحتارموا راسهم وناس متخلقين وناس اللي كيدافعوا على ولاد الشعب وناس اللي كيموتوا على ولاد بلادهم. اما انت غتكرمي لي فضحك العباد الله ولا تشويك المراه المغربيه ولا الحبس اللي راكي محكومه به، ولا غتكرمي على النقد والابرام اللي باقي كنتسناو فيه، ولا غتكرمي على اختك اللي دخلت معاه نتاع الحبس، غتكرمي على التهم المنسوبه ليك، ولا غتكرمي على القضاء اللي ادانك بتهم اللي هما كثار وبزاف. انا بغيت غنعرف علاش غتكرمي انت. وهذا هو الواقع اخوتي، هذا هو اللوجيك وهذا هو المعقول، انه هاد السيده حنا بغينا نعرفوها على من غتكرم. غتكرمي على دوك ليباري اللي كتنفخ دوك في داك الوجه؟ على من غتكرمي يا حبيباتي؟ خلي التكريم لماليه، خلي التكريم لماليه. اما انت جايه غتغني ديري الشعبي شتف هيتف، تشطحي دوك الاخيرين اللي غادي يبقاو هما الناس ديال النخوه وديال الهمه، غيمشيو في حالاتهم اللي غيسالي داك الشيء، وانت غتبقاي تشطحي في دوك صحابات السطوريات واللي باغيين يتصوروا. هادو هما اللي انت غتشطحي. وفابور سطروا لي على فابور، فابور اخوتي سطروا لي على فابور وبالخط العريض وكيخليها الجسمي بالنبض العريض. فابور وبيليكي وكل شيء من عندها، المهم غير تكون حاضره. وهذا الشيء الناس بزاف اللي كيتسحب لهم بانه الفنانه لطيفه رأفت هي اللي كتدبر عليها في هذه الحفلات وهي اللي كتدبر عليها في هذه المهرجانات. خوتي وحبابي الا كنتو كتثقوا بيا وكنتو كتثقوا بكلامي وبالمصداقيه ديال الفيديوهات وبالمصداقيه الاخبار اللي كنجيب لكم، فراه هذا الشيء راه حنا كنطبلوا في بندير مفروع قسما بالله العلي العظيم، وخذوها مني بالطابع بالكاش يا خوتي، راه اللي كاينه كاينه واللي ما كاينه راه ما كاينه. حتى شي واحد ما تيخلص عليا شي حاجه، حتى شي واحد ما تيجي يخلص ليا الموضوع، حتى شي واحد ما تيجيب ليا القفه. اللي كاينه كاينه واللي ما كايناش راه ما كايناش. الفنانه لطيفه رأفت منين كتسمعها المغنيه الحمزاويه كاينه في شي حفله كتبغي تلصق بهذا المفهوم، تتبغي تلصق. والدليل على انه الفنانه لطيفه رأفت ما كتصور معاها في حفله، ما كتغني معاها عطيه العصير، ما كتطلع معاها في نفس الوقيته في الخشابه، ما كدردك هي وياها، ما كتهز معاها ميكرو وتغني معاها عطيه العصير، امك يا امك تبع الشيشه والصباح منك، ما حتى شي حاجه ما كتشوفها ما كتراها. واتحدى الحمزاويه انها تكون حطت لكم ولو تصويره وحده في الحفل ديال طنجة ان الفنانه لطيفه رأفت تلاقات معها وتصورت هي ويا ولا هضروا ولا شافتها ولا راتها ولا كبرات ولا عرفاتها شكون تكون هي اصلا.
فهمتوني اخوتي، يعني كل شيء واضح وكل شيء كنشوفوه وكل شيء باين في السوشيال ميديا. فالمغنية الحمزاوية دائما كتلصق في فنانين اللي هما كبار واللي هما عندهم تاريخ يشهد لهم إخواني أخواتي بالنزاع ديالهم وباحترامهم للشعب المغربي. هذا هو كل شيء، لأن هي فقدت هذا الشيء كامل، وفقدت احترامها لولاد بلادها، وفقدت مصداقيتها، وفقدت احترامها للشعب المغربي. والقضاء أدانها بسنة سجن نافذا. وقبل ما يدينها القضاء أدانها الشعب المغربي. وشي لأدانك الشعب المغربي؟ وشي لكرهك الجمهور؟ راه عمرك بنيتي لا طفرتيه، عمرك الا طفرتيه. خوتي وحبابي اللي بغيتوني نبقى نجيب لكم الضواصة، ابارطاجيو ليا ولايكيو ليا وديروا التعاليق، كثروا التعاليق وضوبلوا التعاليق واخا تخليوا غير نقيطة. اخواني اخواتي، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. خليكم الراحة، والسلام عليكم.